عدد خاص سنستضيف من خلاله واحدا من أكبر صانعي المعرفة بالذات في العالم، إنه الدكتور إبراهيم الفقي. دكتور إبراهيم الفقي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. سد دكتور إبراهيم الفقي، كيف يمكن لشخص واحد مثلك أن ينجز ما أنجزت؟ كأن الأمر يتعلق بمجموعة من الرجال ومتقنين لعلوم كثيرة. السؤال ممتاز، لأن كل واحد فينا عاوز استراتيجية محددة عشان ينجح، وإذا كانش فيه استراتيجيات، أنت عارف عندنا استراتيجية عشان ننام وعشان ناكل وعشان نكتاب وعشان نتنرفز وعشان نتشائم وعشان ننجح. فأنا بالنسبة لي كان من ضمن الحاجات المهمة جدا توكلي على الله سبحانه وتعالى، دي بالنسبة لي كانت أول حاجة. بعد كده الأخلاق، إن أنا أوصل لمرحلة يكون أخلاق عالية. بعدها على طول إن أنا أوصل إيه أهدافي. فمن صغري كان عندي هدفين، الهدف الأولاني إن أنا أكون بطل مصر في تنس الطاولة، والهدف الثاني أكون مدير عام أكبر فنادق العالم. طبعا أنت عارف لما تقول حد الكلام ده وأنت عيل صغير يضحكوا عليك، يا ابني مش أنت مجنون وبتاع، والعيلة يقولوا عليك متخلف، ضل دارك في العيلة وفي المدرسة يضحكوا عليك. ومع ذلك برضو كل يوم كنت أقرأ أكتر، كنت أفتش، كنت أدور، أدور على اللعيبة اللي هم أقوى ناس في مصر، أحاول أتعرف عليهم، أحاول أتقرب منهم. وشوية شوية 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 بتتعلم. لما عارف في واحد قال لي الكلام ده، كان من مدرسين أنا شخصياً في أمريكا، الراجل ده قال لي لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعادة، لو عاوز تكون متزن ادرس الاتزان. الكلام ده جالي بعدها بفترة، لكن من صغري أنا كنت بعمل كده. أما شوف مثلاً لعيبة مصر بيعملوا إيه، بيتحرك إزاي، رجلي اليمين فين، قدام ولا ورا، كبير ليه، بياكل ايه، بيتصرف ازاي، بيقول ايه، لما يكون متنرفز بيتصرف ازاي، عنده مشكله بيعمل ايه. وشويه شويه فتبص تلاقي ان اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى، الاخلاق العاليه. بعدين على طول يكون عندك اهداف، من الاهداف تبدا تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقه صغيره، كنت اقراها كل يوم قبل ما انام، واقراها كل يوم اول ما اقوم من النوم، وكل يوم اتحرك خطوه صغيره على الاقل عشان احقق هدفي. فده اللي انا بقوله، ان الاحلام باستمرار بتتحقق، الأهداف باستمرار بتتحقق، كل ما في الأمر أنت لأنهي درجة وصلت المرحلة أنك ما تسيبش هدفك أبدا، ما تسيبش حلمك أبدا. فأنا حتى اللي بيشتغلوا معايا عندي في المركز كان دلوقتي عارفين لما يكون عندنا أهداف مش ممكن هسيبه إطلاقا إطلاقا، بخطط له صح. لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدأ نراجع بنقيم بنعدل، لكن مش ممكن هسيب الهدف، لازم أوصله. لأن إذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه ليه لا أنا وأنت؟ فإذا كان حد عملها قبل كده يبقى أنت أحسن، لو حدش عملها يبقى انت الاول. فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. فده اللي انا بعمله باستمرار. يعني دلوقتي انا عندي اهداف، يوم لما فكرت ان انا اجي في الشرق الاوسط بالتنميه البشريه، مش سهله. انت عارف عشان تنجح بره، وناس كتير جدا تقول لك النجاح بره سهل، طب سافر بره بعدين يجيني خبر. احنا نمره اكتر، احنا 32 او 34 في الاعمال العالميه. يعني عندك اليابانيين وعندك الفرنسويين وعندك السويسيين وعندك الألمان والسويديين والأمريكان، على ما يوصلوا لنا احنا نمر 34، وجوه كلنا بنتنافس سوا. ففي الجزائريين والمغربيين والمصريين والسوريين، كلنا في نمر 34. فلما انت تطلع فوق قدامهم ليه، يبقى لازم تكون مختلف تماما، لازم تعرف تعمل فلوس، لازم تعرف تتكلم لغتهم، غير كده لازم تكون متزن تماما عشان توصل لمرحله مستمره في الزمن، ولا توصل لفوق وبعدين تقع تاني من اول وجديد. فانا باستمرار اهدافي كانت التميز. انت عارف من ضمن اسئله التميز اللي هي رائعه، قبل ما تنام بالليل اعمل لسته، ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح، وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط، ولو الله سبحانه وتعالى اديني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي. فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه، وايه اللي صح وتحسنه كمان في يوم الجديد. فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي، طب في خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك، انت سايق سيارتك، انت عايش في فيلتك، انت مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله اعلم. فلازم تاخد بالك في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه. فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ. الوقت انت عارف فيه مثلا يقول لك ازاي، كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني، لان لا ولن اعود الى يوم القياده، يوم القيامه يا اما هشهد معاك يا اما هشهد ضدك. عشان يمكن سمعت كده تقول عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. انا كده ما ضيعش لحظه في حياتي. لو عايز اتفرج على حلقه الحاكم متولي واشوف اربع ستات، يمكن يكون عندي اربع ستات انا كمان في يوم من الايام، فشوف بيعمل ايه ده. انا اتفرجت على التلفزيون
بعد ما اخلص اقفله، والا انا بضيع وقتي على الفاضي، ما بعملش حاجه، ما بنتجش، انا بس عمال اتفرج. بتفرج على ايه؟ ولا حاجه، بس بتبص، فبضيع وقتك على الفاضي. انا ما بضيعش وقتي. كل اسبوع عندي 7 كتب لازم اقراهم. كتاب يوميا على طول، كل في كتاب يوميا. القراءه السريعه عندك قدره استيعاب طبعا. اديني اي كتاب اخلصه لك في ساعتين، وبعدين اسالني زي ما انت عايز. ده مشكله بس، ده انا كمان بطيء بالنسبه للسرعه العالميه. يعني في ناس ممكن تقرا الكتاب كله في اقل من، ما فيش كتاب كله اقل من 3 4 دقائق في في النهارده. القراءه السريعه، القراءه التصويريه، القراءه بالكوانتم، فتعلم الحاجات دي. ما تقعدش مثلا واحد يقول لي يا راجل معقوله انت تعرف الحاجات دي؟ طب بتحكم عليها ليه؟ ما تحكمش على حاجه وانت ما بتعرفهاش. فانت بتضيع وقتك، ممكن تقعد تقرا كتاب في 30 يوم انا هخلصه في ساعتين، انت بتضيع وقتك على الفاضي. فتبص تلاقي باستمرار انا من النوع اللي ما بضيعش وقتي. وطبعا في فرق، انت عارف انا اول ما بدات اتكلم في برنامج من البرامج التلفزيونيه قال لي الدكتور الانا دي، الانا دي اللي انا كنت بقى بتكلم على حب الذات وحب النفس، قالوا لي مش معقول، والانا دي انا سلبيه وراء الله، اعوذ بالله مش من الانا والكلام ده كله. في الانا، الانا نيه، والانا اللامنتهيه. الانا نيه ما فيش الا انا، الانا اللامنتهيه معجزات في معجزات في معجزات من الله سبحانه وتعالى. فانت بتحب الله عز وجل فبتحب معجزاته، بتحب هداياه اللي انت تعرف. معظم الناس ما بيتقبلش نفسه، ما بيحبش الشخصيه دي، ما بيحبش الشكل ده. اسال اي حد، بتحب مناخيرك، بتحب ودانك، بتحب عينيك، بتبص في المرايه وتقول لنفسك ايه؟ لو انا مش مبسوط من نفسي هسالك سؤال، اول مره سمعت صوتك حبيته؟ اول مره ما انبسطتش منه مش كده؟ لان كلنا متعودين نسمع صوتنا من جوه لبره، ففاكر نفسك ام كلثوم سوبرانو اخر حلاوه، وبعدين تسمعه من بره لجوه، والواحد يكتشف ان في ضفدعه عايشه معاه بقالها سنين. عارف لو انا مش مبسوط من صوتي يبقى الناس تنبسط منه ليه؟ فده ضعف في تقدير الذاتي، ان انا مش متقبل حاجه فيا. يبقى لازم اتعود على صوتي، لازم اتمرن، لازم لغايه ما ارتاح لصوتي. لو ما ارتاحش لصوتي همشي في الدنيا وفي حاجه مش مريحاني. دكتور عندما تنظر الى نفسك في المراه وانت الذي انجز كل هذه الانجازات، ماذا تقول لك المراه؟ اليس هناك رساله تصلك عن النرجسيه مثلا؟ انت عارف حضرتك مع الوقت، انا في الاول لما تيجي تبص في المرايه بتشوف حاجات خارجيه، بتشوف شكلك وعينيك وشعرك وجسمك. مع الوقت والدراسات دي كلها، انا قريت 7000 كتاب وحضرت دلوقتي 32 دبلومه. فلما بتشوف ما بتشوفش، بتشوف جوه. انت ما بتشوفش الصوره الذاتيه، ما بتشوفش المعجزات اللي جوه. انا ببص للعينين واقول سبحان الله انها بتميز 10 مليون لون في الحال. بتبص لشكلك وتقول حاسه الشم عندها القدره انها تستوعب اكتر من 7000 حاسه شم في الحال، حاسه التذوق منقسمه لثلاث اقسام. ده اللي انا بشوفه دلوقتي. فبتشوف معجزات في معجزات، فلما تشوف تقول سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين ان انا قادر امشي وبفكر، قادر افكر كده، وربنا سخرك عشان تساعد الناس. فده اللي انت بتشوفه، بتشوف الروعه الداخليه اكتر من الجزء الخارجي. كنت تمارس التنميه البشريه قبل ان تعرفها طبعا. انت تكتب اهدافك ثم تحقق هذه الاهداف. عارف حضرتك زي ما انا قلت لك من شويه ان اي انسان ناجح في الدنيا، هسالك هيلتون اللي عمل شركات هيلتون في العالم، لما سالوه ازاي وصلت للشركات دي قال لهم كنت عارف ان انا اكون عندي شركات باسمي، اسمها هيلتون في العالم كله من صغره وهو عنده 4 سنين. انا شخصيا كنت عاوز اكون مدير عام اكبر فنادي العالم، وانا عندي 6 سنين كنت بلعب مع الاولاد فندق هوتيل، وكنت انا مدير عام هذا الهوتيل. من اين جاءتك فكره مدير اوتيل؟ من اين جاءت؟ لان كنت بسافر مع والدي الله يرحمه، فكان هو بيسافر كتير وانا كنت بسافر معاه، فكنت بيفرجني على الفنادق واخش، لقيت الناس رايحه جايه وجنسيات ولغات ويعني شغل اكنك بتسافر العالم كله من نفس المكان. بدات تنشا من صغري، قلت هكون مدير اكبر فنادق العالم في يوم من الايام، وطلعت فكره في دماغي من ساعتها. وبعدين تعرف وقتها لما نخش معهد الفنادق، بالنسبه لنا في وقتها في سني انا كان عيب، كان عيب. معهد الفنادق اشتغل ايه؟ هشتغل جرسونه؟ تروح تتجوز يقول لك بتشتغل ايه يا حبيبي؟ كابتن. ايه كابتن؟ يعني سمكه؟ امشي يلا بتنام بتتجوز. فاحنا كنا كده. انا كنت النهارده كليه الفنادق سموها كليه الفنادق بتاخد 94% بس، كان لازم تبدا على كتاب حد في مكان ما. فكنت انا واصدقائي، فبدانا شويه 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 زي ما بقول باستمرار. والدتي الله يرحمها كانت عايزاني اكون ضابط بحري ولابس يونيفورم، والدي الله يرحمه كان عايزني اكون ضابط طيران ولابس يونيفورم.
دخلت معهد الكارسونات وجبت لهم يونيفورم الكارسونات، فكانوا مش مبسوطين عشان كنت ضارب بالنسبه لهم. انت عارف لما دخلت مع الفنادق العيله قالت ان انا مجنون. لما خدت مركز كبير بداوا يبصوا لك بشك. لما سافرت بره قال لك فعلا مجنون. لما بقيت مدير عام والدتي الله يرحمها قالت لهم شايفين ابني اكتر واحد عبقري فيكم. ولما سبت الفنادق واشتغلت شغلانه تانية قال لك ده ضارب. ولما شافوني في التلفزيون قالوا الله ده عبقري بقى. فالناس باستمرار، عشان كده بقول للناس باستمرار، انا بالنسبه لي انا عارف هدفي فين، بكتب له اسبابه، بتكل على الله سبحانه وتعالى. مش ممكن هسيب هدفي، هكون مرن في اسلوبي، هكون ملتزم بهدفي لغايه امتى؟ لغايه ما احققه. المؤثرات الخارجيه لا تؤثر في الانسان، تخليه اقوى. انت عارف وعلى هذا الاساس لما بتنجح الناس تقول لك عندك شغلانه عشاني، عاوزك تشغله معاك. تعرف يوم الايام رحت مونتريال وبعدين ما كنتش بشتغل لان كانوا طردوني. كنت كل ما اشتغل شغلانه يطردوني، يعني كل مكتوب على وشي هو جه تعالوا اطردوا. ومع ذلك برضو مشيت في الشارع قلت في يوم الايام هكون اقوى مدير عام في امريكا الشماليه، مش بس مدير عام عادي. ورحت مطعم، المطعم ده الراجل قال لي تعالى يوم الاثنين عشان تبدا، كنا يوم الخميس. رحت لابس لبسي العادي وبعدين قال لي انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت له مش انت قلت لي ايه عشان اشتغل؟ قال لي انت يا ابني ما تفهمش، انت عمرك ما هتنفع في المهنه دي. خرجت من عنده قررت قرار تاني. اول مركز مدير عام حازم الراجل ده على الغدا، الراجل ده بالذات. واول ما خدت مدير عام اكبر فنادق العام الهايت ايجنسي كنت مدير عام، كان 25 مليون دولار في الشهر، كان عندي 2000 عامل. اول واحد عزمته كان الراجل ده على الغدا، طبعا نساني. واول ما جه الغدا فكرته عشان ما ياكلش، وبعدين انا اكلت اكل بعد كده. فتبص تلاقي قال لك ايه ده، معقوله اوصل للمركز ده؟ طبعا. انت ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللا محدوده اللي ادهن الله سبحانه وتعالى. وشويه شويه سنه 90 خدت جائزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه في الفنادق، وسنه 92 سبت كله وبدات شغلانه ثانيه ما عنديش فكره انا بعمل ايه، لان عارف الله سبحانه وتعالى بيجهزك باستمرار. فممكن تكون نفسك تعمل حاجه طول عمرك ولما توصل هناك تلاقي في حاجه ثانيه مستنياك، فما تزعلش، ما تقعدش ترجع تعمل نفس الشيء نفس الشيء القديم، حتى نفسك بقيت تعيس. الذين يشاهدونك يعجبون كثيرا بهذه الانجازات، ثم نكتب نحن تقديما لهذا الشخص نقول الدكتور إبراهيم الفقي رئيس المركز الكندي في التنمية البشرية. حدثني قليلا عن هذه التنمية البشرية، عن البرمجة اللغوية العصبية، ما هو هذا العلم؟ طبعا التنمية البشرية لما نيجي على التنمية معنى كده الإنسان البشر بينمي نفسه من كل ناحية، فالتنمية البشرية الإنسان ما بيبطلش فيها إطلاقا باستمرار، أنت بتنمي نفسك. الـ NLP أو البرمجة العصبية طلعت في أسواق العالمية من حوالي 62 سنة 64 سنة بالتحديد، فطلعت في جامعة سانتا كروز. كان في مجموعة من العلماء بيشتغلوا عليها، لكن كان في اثنين أساسيين هم اللي كان عندهم حب الاستطلاع فيها، وبعدين بدأوا يعملوا حاجة اسمها لغة التغيير. إزاي ممكن نعمل إدراك يختلف للإنسان اللي قدامنا بحيث بدل ما بيفكر بطريقة سلبية يفكر بطريقة إيجابية، ومبنية على حاجتين: حب الاستطلاع وتمثيل النموذج البشري المتميز. يعني معنى كده إيه؟ لو في نموذج بشري متميز وإنت تعرف استراتيجيته، يعني ترتيب أفكاره تحركاته وتعبيراته واعتقاده وقيمه، وتكتبها في ورقة وبعدين تندمج معها وتظبطها عليك وتحطها في الفعل، ممكن جدا توصل لنفس النتائج. فيقول لك لو كان انسان ناجح وعرفنا استراتيجيته وحطيناها في الفعل هل ممكن نكون ناجحين زيه؟ ولو انسان فاشل وعرفنا استراتيجيته وما عملناهاش ممكن نتفادى الفشل؟ فهي كلها حب واستطلاع. وبعدين طلعت البرمجه اللغويه العصبيه. انت عارف انا يمكن اول واحد بفضل الله سبحانه وتعالى ترجمتها، كان اول مانيوال ينزل في العالم باللغه العربيه، لانه ما تترجمش فكان لازم احط حد قدامي واشرحها له بالتفصيل. لما جيت درستها كان من حوالي 25 سنه كنت لوحدي، كان معايا 5 من العالم كله، لكن لقيت كنت انا وقتها مدير عام، لقيت التغيير اللي حصل لي في اعتقاد معين، قلت يبقى لازم هستوعب هذه المعلومات، ودخلت فيها بالتفصيل الممل. انت عارف العرب احنا متعودين على الدراسات الثانويه العامه والكلكيه دي، فعارف فدخلت فيها بعمق شديد. يعني الممارس عملتها 4 مرات، الممارس اول عملتها كذا مره، فكنت مش حكايه ان انا مش فاهم، عايز عارف، عندك تعطش، عايز تعرف المعلومات اللي بتعمل تغيير في حياه انسان وبالسرعه دي وبالفعاليه دي، بتقول ايه المعلومات دي. فجيت هنا وقلت لك دلوقتي يعني ايه برمجه ويعني ايه لغويه ويعني ايه عصبيه. عارف كلمه برمجه بتيجي من العالم الخارجي، لان انت عندك برمجه جات لك من الاب والام، ده الاول ناس، وبعد كده المحيط العائلي اخواتك وعيلتك، بعد كده خرجت بره المحيط الاجتماعي اللي هي الناس في الشارع، وبعدين بعد كده رحت المدرسة، الناس في المدرسة
اللي هم الأطفال والمدرسين، وبعدين الأصدقاء، وبعدين وسائل الإعلام، وبعدين أنت زودت عليهم. فدي برمجة. فالبرمجة عشان جاية من العالم الخارجي ممكن تتغير. اللغوية اللي هي اللغة الداخلية واللغة الخارجية. أنا واش بكلمك بكلام، فأنت بتاخد مني الكلام، لكن في عمق هذا الكلام اللي هي قيمي اللي وصلتني لهذا الكلام، واعتقاداتي وإدراكي وأفكاري ومعنى الأشياء بالنسبة لي وتحركات جسمي وتعبيرات وجهي. دي اللغة الداخلية. فاللغة الخارجية لا تمثل أكثر من 7%، اللغة الداخلية 93%. فالناس مركزة على السلوكيات، لكن السلوك ده ولا حاجة. أنت ما أنتش سلوكك، ولا أنت اعتقادك، ولا أنت أفكارك. أنت أحسن مخلوق قال الله سبحانه وتعالى، فلازم أفرق بينك وبين سلوكك. فلأن البي قالت لك فرق بين الشخص وبين سلوكه، فكان معلومة كويسة. فهذه البرمجة وهذه اللغوية العصبية اللي هي الجهاز العصبي والحواس الخمسة، إن الجهاز العصبي ياخد المعلومات وتترشح في الحواس الخمسة، وبعدين تديها معنا، وبعدين يكون في اتصال مع العالم الخارجي. يعني بقول لك البرمجة العصبية هي لغة التغيير. حديثا مفصلا عن القواعد الذهبية للان ال بي او البرمجة اللغوية العصبية، معي الخارطة ليست الحدود. اولا ما معنى هذا؟ اوكي، هي لما تقول لك الخريطة ليست هي المنطقة، يعني ايه الخريطة ليست هي المنطقة؟ من اول ناس اللي كلموا في الحاجات دي واحد اسمه كيرزابسكي، عمل كتاب اسمه مينتال سيمانتكس، راجل روسي. يعني ايه خريطة او المنطقة؟ انا لما جيت وبدات ارتبهم ما حطيتش الخريطة ليست المنطقة نمرة واحد، ما حدش يفهم حاجة. فاول حاجة رحت كاتب فيها الافتراضات احترام وتقبل الاخرين كما هم، لان انت عندك مفهوم ذاتي مختلف عني تماما، عندك قيم واعتقادات وافكار مختلفه عني تماما. فلو فاكر انك زيي هنختلف، بس لو ركزت على سلوكك هنختلف برضو. انا عاوز افكر. فلما اجي اقول لك دلوقتي احترام وتقبل الاخرين كما هم، معنى كده ان انت معايا في امان وضمان، انا بحترمك زي ما انت، انا بحبك زي ما انت، انا مش هنا عشان اغيرك. ممكن نختلف في الراي، لكن انا موافق ان انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، فانا بحبك في الله. الخريطه ليست هي المنطقه، الخريطه هي الادراك، المنطقه هي الحياة. فخريطتك ما هيش الحياة، دي حياتك انت. فلما تغير خريطتك اللي هي ادراكك في حياتك، الحياة تتغير. عشان كده بعض الناس يقوم الصبح يقولك الحياة رائعة، اليوم اللي بعده الحياة مش كويسة. لا، الحياة ملهاش دعوة، دي حياتك انت. ايه السبب؟ خريطتك اللي هي ادراكك افكارك. فانت اي حاجة تدركها بتبقى حياتك في الوقت الحاضر لما تغير ادراكك. عشان كده عارف لما حد يكون تعبان نفسيا لسبب، انا مثلا في فتاة بتبعت لي ايميلز وتعبانه جدا نفسيا وعملت لف ودور حول النفس والمشكله، كل ده ليه؟ بقى مش متجوزه، ومجرد ما اتجوزت بعتت لقيت لي حياه بقت كويسه. لا، استني لما تتخانقي معاها، لان لسه في حاجات تانية، في تحديات تانية جايه في السكه. وبعدين اختلفت فعلا وطلقت، الحياه بقت وحشه تانية. هل هي دي الحياه؟ هو ادراكها علي ان تتزوج مره تانية. مظبوط، هي ادراكها. مجرد ما اتجوزت فاقت، وبعدين لما اتخبطت على قفاها فاقت تاني، فتبص تلاقي التحديات باستمرار. فالتحديات بتاثر في ادراكك، وإدراكك يأثر في حياتك. مش معنى كده ان هو ده الحياة، ده إدراكك انت. فلما تغير خريطتك تغير منطقتك، لما تغير إدراكك تغير حياتك. عشان كده لما نيجي نتكلم انا بقول للناس باستمرار، طبعا حسب الان اللي فيه قالتك من ضمن افتراضاتها. وليه قالوا افتراضات؟ عشان لو تتحدى يقولك انا بفترض، عشان كده اسمها افتراضات. فاحترام وتقبل الاخرين كما هم، الخريطة الثانية المنطقة، بقى يقولك كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته. دي معناها ايه؟ انت عندك ولو مر على الاقل كان في خشوع، ولو مر على الاقل كان في ثقه، ولو مر على الاقل كان في تسامح. ففي حياتنا ولو مر في كل شيء. فلو رجعت للماضي وخدت استراتيجيه اللي انت عملتها وتكررها تاني هتديك نفس النتائج. عشان كده بقول لك الافتراض اللي بعده، كل انسان بيختار احسن اختيار له في الوقت ده. معناها ايه؟ هل ممكن حد يقول لك تعرف انا خدت قرار في الماضي كان قرار سلبي جدا وكان متضايق عشانه؟ دلوقتي تساله السؤال، لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا، يبقى انت اتعلمت. لولا هذا القرار ولولا هذا الخطا ما كنتش اصبحت احسن. يبقى لازم تحترم الماضي. فتبص تلاقي خامس حاجه بعد شايف انت احترام وتقبل الاخرين كما هم، الخريطه ليست هي المنطقه، كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما احتاجه راح يحسن حياته، والانسان بيختار احسن اختيار. وبعد كده وراء كل سلوك بتوجد رساله، وراء كل رساله توجد قيمه، وراء كل قيمه توجد نيه ايجابيه للشخص ده. يعني معنى كده وانا بكلمك عندك رساله. لو ركزت على سلوكك هدافع عن نفسي وهنختلف، لكن لو ركزت على رسالتك يبقى في اتصال. عشان كده بقول للناس باستمرار لما تتحكم في حكمك وتركز على رساله الشخص الاخر تبقى من اقوى الناس في العالم في فن الاتصال. بس اللي بيحصل انت بتلقائيات بتهجم على الشخص، بتدافع عن نفسك. هقول لك حاجه، في برامج في التلفزيون
واحد بيتكلم مع التاني رأي ورأي تاني، اتفرج عليهم بيقتلوا بعض، لأن ما حدش عارف يفرق بين الشخص وبين سلوكه. أنت عاوزه واقف معاك، وأول ما يختلف معاك أكنه بيختلف معاك بحالك، فصوتك بيعلى، لكن ده عنده رسالة. فأنت لما تركز على الرسالة في اتصال، ما تركزش على الاتصال يبقى في خناق. وطول ما أنت ماشي يقول لك أن الشخص الأكثر مرونة بيتحكم في نظام حياته ويحقق أهدافه. عشان كده المرونة قوة. بفرض احنا دلوقتي بنتصل مع بعض احنا الاثنين، بنتكلم وبعدين اختلفنا، وانا استمريت على نفس الشيء هتديني نفس النتيجة، مظبوط؟ هنا المرونة قوة، فلما اغير اسلوبي هوصل لنتيجة مختلفة. عشان كده الافتراض اللي بعده، معنى الاتصال هو النتيجة التي تحصل عليها. انا بتصل بيك رديت عليها بطريقة معينة، دي نتيجتي، فارجع للافتراض اللي قبله، خليك مرن، فيبقى تلاحظ، فشوف كل واحدة فيهم بتوديك للتانية لغاية ما توصل لآخر واحدة. آخر واحدة أنا زودتها، اللي هي أنا مسؤول عن عقلي، إذا أنا مسؤول عن نتائج أفعالي. عقلي موجود هنا، يبقى بأفعالي أنا السبب فيها، لأن أنا موجود فيها، أفكاري وطريقتي وأسلوبي وسلوكياتي عملت. ومن ضمن الافتراضات مودلينج. يعني إيه مودلينج؟ التمثيل. يقولك إذا كان أي إنسان في الدنيا قدر يحقق أي شيء، أنا وأنت زي بعض، أنت نفس المناخير والعينين والفيزيولوجي وكله، فلو أي إنسان في الدنيا قدر يحقق أي شيء، أنا وأنت ممكن نحققها، بس في شروط. الشرط الأولاني تكون تهمك، عايز تحققها، تهمك فعلا تحققها. تاني حاجة تتعلم تحققها ازاي. تالت حاجة تحطها في الفعل. رابع حاجة تقيمها. وخامس حاجة تكون ملتزم بيها. وسادس حاجة ما تسيبهاش اطلاقا لغاية ما تحققها، هتوصل زي أي حد تاني. فالنهاردة هي دي استراتيجية. لو سبتهم وترجع تقول الناجحين محظوظين، لأن أنت سبت بسرعة. الناجح ما بيسيبش، طالما قرر مش هيسيبها. أدي الفرق بين الاثنين، وهذه الافتراضات المسبقه للان ال بي. وتقول لسامعك ان بداخلك قوه مجنونه كبيره. هقول لك حاجه حضرتك، من حوالي 12 سنه في واحد اسمه نايتنجيل، الراجل ده من شيكاغو، من نايتنجيل كانت في شيكاغو، عندهم شركه من اكبر شركات العالم في التنميه البشريه، بتتكلم على 850 مليون دولار بس تنميه بشريه. الراجل ده هو صاحبها، هو مؤسسها، قال لك ان طاقه الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. اي حد في التنميه البشريه ما بيتكلمش اي كلام، في بحث بيعمله وفي احصائيات بيشتغل عليها. انا شخصيا قلت مش ممكن طاقه الانسان لو تتوصل ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، فانا عملت لها البحث ده، لقيت ان كلامه صح. لما انا قلت الكلام ده قالوا علينا كمان مجنون. اليابانيين ما بيتكلموش كتير، حطوها في الفعل، جابوا بني ادم وخدوا، انت عارف السالب والموجه بيعمل كهرباء، راحوا واخدين السالب وخلوه يجري في مجاري الطاقه في الانسان، وراح موصلين الموجه بالكهرباء، راح منور لمبه، راح موصلينها بدينامو، راح مولد كهرباء. يبقى طاقة الإنسان لو توصل ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع بكام دول؟ 85 مليار دولار. يعني كل واحد ماشي في الشارع ملياردير بس بالطاقة. فلما حد يقول لك أنا مكتئب، يا راجل بلاخيه بسكت، مكتئب إيه وبتاع إيه؟ ده أنت أحسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. قدرات في معجزات في معجزات. أنت عندك الكبد بياخد السكر ويوزعه ويجي للمخ الجلوكوز ويحول الجلايكوجين، الطحال يوزع لك الدم. معجزات ومعجزات. ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ واحد ولا حاجه؟ ولا هو كان فقير؟ لو اتكلم على الناس من بره، هنري فورد اللي عملت شركه سيارات فورد فلس 8 مرات. عارف يعني ايه بره تفلس؟ يعني تقعد 5 سنين بالظبط كده جربان، ما حدش يكلمك ولا ابنك تكلمك. 5 × 8 ب 40 سنه عمل يلف حوالين نفسه 40 سنه، وبعد كده عمل شركه فورد العالميه وبقى ملياردير. لما تيجي بره والت ديزني فلس 7 مرات، فلس بره تفليسه مشكله مصيبه، ده لو فلست محدش يتعامل معاك 7 مرات. تعال نشوف هنا، انا عندي اصدقاء بدا من تحت الصفر. عندي صديق هنا في البلاد العربيه عاوز يفتح مطعم، البنك لسه ما وافقش، وهو بيعمل كروت الدعوه يوزعها على الناس في الافتتاح ما عندوش موافقه، وناس بيقولوا له انت مجنون. انا قعدت معاه قلت له قول لي انت جات لك الموافقه من البنك؟ قال لي مش من البنك ده، بس هتيجي من البنك وهفتح في الميعاد. دي القوة. مش معنى كده انه متفائل وخلاص، لا، ده عنده لسته بكل البنوك، ده قابل معظم الناس، ده اداهم افكار، اتعلم من ده وحطها في ده، واتعلم من ده وحطها في ده، وفتح في ميعاده. دي القوة الذاتية، ان انت بتتكل على الله سبحانه وتعالى، متوقع الإجابة، تفائلوا بالخير تجدوه، وماشي في الدنيا وعارف ان الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، عبدي اطيعني اجعلك عبدا ربانيا، تقول الشيء كن فيكون. فانا رب، انا عبدا ربانيا، انا بطيع الله سبحانه وتعالى، بحب الله عز وجل، بتطبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي في الدنيا عارف انا رايح فين، عندي اهداف بحطها في الفعل. ايه وقفك؟ انت توقف نفسك، ما حدش ممكن يوقفك. المؤثر الخارجي في حكمه هنديه بتقول لك ايه،
المؤثرات الخارجية لا تؤثر في الإنسان ولكن تظهر ما بداخله، بتطلع اللي جواك. انت عارف لما حد يجي يقول لي ده بيعصبني ده بيعصبني، ما حدش بيعصبك، انت اتعلمت تتعصب ازاي، ولو اديناك في اي حته في العالم برضه هتتعصب. انت عارف انا مره جبت ليمونه في محاضره محاضراتي، قلت للناس لو عصرنا الليمونه دي هتدينا ايه؟ عصير ليمون مظبوط، ممكن تدينا عصير تفاح، ممكن تدينا عصير بطيخ، طب عشان خاطري مش ممكن، هو هتطلع لك ليمون. يعني معنى كده لو عصرنا سيادتك هتطلع فقط اللي جواك، لو عصرنا اي انسان هتطلع فقط اللي جواه. فلو جواه حب هتطلع حب، لو جواه تسامح هتطلع تسامح. فلما حد مش عارف هو بيعمل ايه ويهزق كرامه حد تاني بيطلع اللي جواه. فلما حد مثلا يجي يقول لشخص انت غبي بيطلع الغباء اللي جواه، فالغباء مرسوم على وشه هو، فالشخص الاخر ما يتقبلهاش منه. لو تقبلتها منه يبقى انا السبب، لان ما حدش يقدر يخش جوايا من غير اذني. فما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ اهدافك. لما حد يقول لي دكتور انا عندي اهداف، ايه اللي عملته فيها؟ حققتها؟ عملت فيها ولا 1%؟ اتحرك، اصل ده قال لي وده قال لي وده قال لي، خليهم على جنب، اسمع من هنا وطلع من هنا. الراجل ده انا ما كانش عندي حاجه، ده غير كده لما طردوني مره من فندق من الفنادق كنت في الشارع ومراتي عامله قيصريه وجايبه نانسي ونرمين توأم، يعني عندي 3 ستات اوكلهم، ما عنديش نكله لا في البنك ولا في جيبي. وبره تسمع الله سبحانه وتعالى بيقول لك لما يقفل لك باب يفتح لك باب اكبر منه، ما تخافش، الرزق توزع والعمر توزع. خايف ليه؟ عشان كده لما تبقى عبد الربانيين ومشيت من هنا فتحت الجرايد دور، لما حد يدور على شغل دور 24 ساعه. انت عارف الشاب ده اللي هو طردوه من شغله راح بعت 2000 سيره ذاتيه سي في رفضوه، بعت 2000 تانيين رفضوه، لكن جات له وظيفه في مكتب البريد. قالك ده متعب، احنا عايزين واحد بالمنظر ده، ده ما بيسكتش. انت عارف هو ده الالتزام، ترجع تاني وتخلص ترجع تاني لغايه ما تشتغل، ادي القوه. تعرف كنت في الامارات مره، من غير ذكر اسامي البلاد، الامارات وبعدين بدون ذكر البلاد من غير ما نذكرها، وبعدين اللي حصل هناك، شاب هناك تعرف بيقول لك فنشني وبلشني وبتاع، فكانت برنامج على الهواء، وبعدين بيقول لي دكتور فنشوني، طب عملت ايه؟ ما فنشوني خلاص، طب اللي بعده عملت حاجه؟ قال لي لا، طب ما تدور تاني هيفنشوني، دور ثالث هيفنشوني. ولما يفنشوك باللغه العربيه ويستخدموه تفنيش باللغه الفرنسيه والالمانيه، دور ثالث ورابع وخامس لغايه ما يزهقوا منك ويبلشوك. لكن طول ما انت قاعد في البيت انت السبب مش هما، لكن انت دورت على واحده واثنين وبعدين قلت اي ده. انت النهارده زي ما بقول لك النهارده ازاي، عجبني جدا اللي قاله وينستون تشرشل في وقت من الاوقات، قال لك القوه الذاتيه الانسان يعدي من فشل لفشل من غير ما يفقد حماسه، هتوصل في الاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عدى بشويه ما سابش حاجه. تعال نبص الرسل والانبياء ما عدوش، عدوا بشويه هما شافوا شويه، تعال نشوف بعد كده كل الرواد العرب شافوا شويه. فانت النهارده بتاخد مثل اعلى من مين عشان اتخبطت مره تقول اي؟ لا هي مش كده، ده انت ربنا خلقك احسن مخلوق، خلقت الانسان في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما، وادالك مخ اغلى خلق الله عليه، وادالك هديه، عاوز ايه تاني؟ ادالك الجذور. لكن الناس بتدعي للمحصول، يا رب اديني فلوس يا رب اديني، ما عندك الجذور ما تروح تجيبها. والصدفة، حدثني قليلا عن الصدفة التي تدخل وتساعد فلان وتوقع فلان. عارف بتلعب لعب حسب جامعة هارفارد، قلت لك الصدفة والحظ بيمثل كام في المية؟ 3% موجود، بس 3%. انت عارف لما حد يقول لك الناجحين حظهم كويس؟ طبعا حظه كويس، اولا عارف هو راح فين، بيكتب اهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف يقع يقف يقع يقف، يصحى بدري وانت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش، وبعدين يقول لك ده محظوظ. طبعا محظوظ طبعا، لانه بينجذب الى الحظ من نفس النوع. انت قاعد في البيت، لما حد يقول لي ازاي انا قاعد بقى في البيت وان الله مع الصابرين، هتستنى كتير هتموت من جوع. عارف ازاي؟ ما بتعملش حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال لك وقل اعمالوا الاول، وقل اعمالوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وان الله لا يجزي اجر ما احسن عمله. وقل اعمالوا مش بقول اقعدوا، هي مش كده. فواحد يقول لك انا الذ حاجه تانية، واحد يقول لك اديني حظ وارميني البحر، تساله تعرف تعوم؟ يقول لك لا، يبقى سمك هيتعشى. طيب العقل الباطن، العقل الباطن يبدو انه يؤثر كثيرا في سلوكاتنا، لا يمكن ان نقصيه، هو ناتج عن التربيه واشياء اخرى. كيف يمكن ان نتاقلم مع حياتنا ونبرمج حياتنا البرمجة الصحيحة كأننا آلة، في ظل وجود مثلا في التربية العاطفية مثلا في ظل وجود 95% من العاطفة
متراكمة حتى سن 18 سنة مثلا. ممكن. انت عارف احنا اول ما بيتولد بناخد برمجة خارجية، اول 7 سنين من حياتنا بنسميها سن التمثيل، يعني بنقلد بابا وماما بالظبط. تاني 7 سنين من حياتنا اسمها السن الاجتماعي، فانا بخرج للعالم الخارجي واصدقاء. عشان كده ساعات الاصدقاء تبص لي مهمين جدا بالنسبه لي، فالاب والام مش عارفين رجعوا تاني البيت لانه بدا يكتشف انجاز. وتالت 7 سنين من حياتنا اسمها سن الاستقلال، فانا بدات استقل. وبعدين من 21 ل 30 القيم بتتحول وتتشكل اكتر من 7 مرات. دلوقتي انا عندي برمجه جت من العالم الخارجي، فاضل لي 5%. يعني اتبرمجت لغايه 95% كله من العالم الخارجي، فاضل لي 5%، ولو 1% لسه فاضل عن طريقه ممكن تغير ادراكك. الادراك يغير الافكار، الافكار تغير التركيز، التركيز يغير الحكم، وكل ده في 1% ممكن يكبر ويتسع وينتشر. لان انا موجود في مكان كلهم بيتكلموا بطريقه معينه، فانا بدات ادور على اسلوب يكون احسن شويه، ولما ارجع اساعدهم تاني. فممكن اراجع برمجتي اللي انا جات لي من العالم الخارجي انا مش السبب فيها، فال 5% دول بتوع انا، فانا ممكن اغير بيهم ال 95%. دلوقتي العقل الباطن العقل اللاواعي هو لا يعي الاشياء. وروت العقل لو هقول لك حاجه، ممكن انسان يفكر في حاجه لسه ما حصلتش من المستقبل ويحصل له قلق مقدما، ممكن تحصل مش كده؟ الواحد يفكر في حاجه مستقبل وتضايقه وبعدين يضايق دلوقتي مع انها لسه ما جاتش. فايه اللي حصل؟ هو فكر فيها مقدما وتوقعاته سلبيه مقدما وحتى احاسيس سلبيه مقدما وبدا يشعر بيها دلوقتي في الوقت الحاضر مع انها مش موجوده. دي تدينا حب استطلاع. طب طالما افكر في حاجه سلبيه مقدما واتضايق مقدما، طب افكر في حاجه ايجابيه مقدما وانبسط مقدما، والعقل لا ما اعرفش الفرق، اسمه لا وعي. فانا ممكن ابرمجه زي ما انا عايز. انت عارف انا بقول للناس خصوصا بره بالذات، الناس بتربي حيوانات، تربي قطط وتربي كلاب وبتاع، وبعدين ياخد الكلب يتمشى بيه في الشارع. اسال نفسك مين بيمشي مين؟ يعني الراجل بيمشي الكلب ولا الكلب بيمشي الراجل؟ الكلب قدام والراجل وراه. عارف بالنسبه للعقل اللاواعي لو تخليه هو اللي يمشيك هيحطم لك حياتك، لانه ما يعرفش. لان العقل اللاواعي هو مجرد بيدي لك المعلومات اللي انت عايزها من نفس النوع، فلو ما تعملش فيه تغيير من وقت للتاني هتطلع لك تلقائياتك. لو التلقائيات دي سلبيه هتطلع لك سلبيه زي ما هي. يبقى انا واجبي ان انا عقلي الواعي ان انا عمال اقرا، بحسن نفسي، بقوي نفسي، بقوي نفسي في التنميه البشريه، في التنميه الدينيه، في الشريعه الاسلاميه، فانا بقوي نفسي. والحالات دي تخلي العقل الواعي يكون اقوى. فالعقل الواعي صغير خالص كده، العقل اللاواعي قد كده، قد كرة السلة، الثاني قد كرة البينج بونج، لكن الصغير ده هو اللي بيبرمج ده. فنحن واجبنا ان احنا الصغير ده نعلمه صح، عشان لما يبرمج الكبير يبرمجه صح. لان الكبير تقول له انا بخاف يقول لك ماشي، تقول له انا مرعوب يقول لك ماشي، بخاف اتكلم قدام الجمهور. بالنسبة للجزء تحطها له اكتر من مرة، انا بخاف اتكلم قدام الجمهور، بخاف من التحدث امام الجمهور. الكبير يقول لك طب ادي وشي لو طلعتك تتكلم قدام جمهور تاني، وبعد كده ما تصرخش بقى لان انت السبب، انت اللي برمجته. لازم تعمل تغيير في هذه البرمجة، ان تتكلم في الوقت الحاضر، تقولها اكتر من مرة، تحط معها احاسيسك، تحطها بطريقة ايجابية، ما تسيبهاش اطلاقا. بيحصل برمجة في العقل اللاواعي، ساعتها يعمل لك تغيير في اللي انت عايزه، لان عنده مخازن الذاكرة. فالواحد لما يفهم مخه، انت عارف انا عملت علم اسمه قوة الطاقة البشرية، وفيها تغييرات جميلة جدا داخلية. وبتسأل معظم الناس، انت عارف جسمك فين؟ عارف القلب فين؟ عارف الطحال فين؟ عارف الكبد فين؟ عارف الكلى فين؟ اسأل اي حد. الناس ما تعرفش حاجة، ما عرفش الطحال فين، ما عرفش الكبد فين، عارف زي ما واحد سايق سيارة مش عارف الموتور بيعمل ايه ولما توقف منه يصرخ. فأي حد مش عارف جسمه، فلما تحصل له حاجة ما بيعرفش حاجة، ما عندوش فكرة. فالمعرفة قوة. فأنا بقول للناس اعرف نفسك، اعرف نفسك، لأن المعرفة قوة. لما تعرف نفسك هتمشي باتزان أكتر. هو ده الغرض من احنا بنتعلم، بننمي نفسنا عشان نوصل لمرحله من الاتزان توصلنا للسعاده المتزنه اللي مبنيه على حب الله سبحانه وتعالى. احتياجاتنا في العالم، احتياجات الانسان، يبدو ان هناك اولويات، هناك ترتيب. ما هي هذه الاحتياجات؟ كويس، ممتاز جدا السؤال ده. انت عارف احتياجات الانسان اساسا 7. اول احتياج الانسان البقاء، انك عاوز تعيش مهما يحصل، عاوز بقاء. تعرف حكايه البقاء دي، ودي قصه حقيقيه. ولد كان عاوز ينتحر، طلع في سانترفيل في موريال، وطلع على عماره 36 دور وحيرمي نفسه من فوق، خلاص هيموت نفسه. سمع حريقه راح جاري. البقاء، طب ما فرصه، انت كنت هتنتحر هتموت، دلوقتي في فرصه انك تموت في حريقه، لا جري. لان الانسان لما يتحط في البقاء يبقى مبتكر جدا. عارف ازاي؟ البقاء ده خطير جدا. انا عندي صديق الراجل ده بيخاف جدا من الكلاب، وبعدين
صديق تاني لنا عزمه عنده في البيت، وعنده كلب وعنده ابن عنده 4 سنين. فالراجل راح واخد الكلب وراح حبس الكلب في اوضه وراح قافل الباب عليها بالمفتاح. الراجل جه بدري، مين اللي فتح له؟ الواد الصغير اللي عنده 4 سنين. دخله فين؟ في اوضه الكلب، وراح قافل الباب. تعرف العيال، الراجل اتاخر. فالنهارده الراجل اللي عزموه الاب والام بيقولوا الراجل مش عادته انه اتاخر، هو فين؟ فالولد الصغير بيقول لهم بدوروا على مين؟ بندور عليه، ده في الاوضه دي. معقوله؟ فتحوا الباب لقوا الكلب قاعد على حجر الراجل. لان الانسان لما يتدبس يبقى عبقري، يبقى مفتكر جدا. الراجل قاعد يفكر لو هجمت عليه هيعضني. فبدا يعمل كل نظام التطابق اللي احنا بنعمله، يعمل معه تطابق وعمل معه مجاراه وعمل توافق. فاتفقوا الاثنين ان يحبوا بعض، لان هو ده الوضع، هما الاثنين مع بعض. فالانسان لما يفكر يبقى مبتكر، لكن معظم الناس تعملها تلقائيا. فانت عايز اول حاجه عايز البقاء، تاني حاجه عايز ضمان هذا البقاء، عايز تضمن لنفسك الوظيفه اللي انت فيها، الاكل اللي انت فيه. الناس بتنزل تشتري اكل، بتشتري اكل كتير ليه؟ من غير ما افكر عاوز يضمن بقائه، خوفا من المستقبل. يشتري اكل، انت بتشتري مثلا معلبات، بتشتري 10 ليه؟ ما واحده كفايه عشان النهارده، لا انت عايز النهارده وبكره وبعده وبعده، عايز تطمن على نفسك. فكل واحد فينا بيعملها تلقائيا من غير ما افكر، عايز تضمن وظيفتك، عايز تضمن بقائك، عايز تضمن عيلتك، عايز تضمن بيتك، ضمان البقاء. هل الخوف دائم في الانسان يصاحبه طول حياته حتى يحتاط لنفسه هكذا؟ صح، من ضمن اسباب الحاجات ان الخوف، لان الخوف المرضي طبعا، الخوف الطبيعي اللي كلنا موافقين عليه، خوف طبيعي كلنا موافقين عليه. لو هجم علينا اسد دلوقتي كلنا هنجري، كلنا موافقين عليه، مظبوط؟ زي ما سمعتيني قبل كده، النداله نص الجدعانه، كله انا اول واحد حجري. فتبص تلاقي لما ده بقاء، فهنا كلنا موافقين على هذا الخوف. لكن خوف من التحدث امام الجمهور، خوف من المرتفعات، خوف من الظلام، خوف من الحشرات، خوف من الحيوانات، ده خوف في ناس محدده هم بس خايفين منه، وده خوف مش طبيعي، يبقى ده خوف مرضي لازم يتعالج. فالوقتي احتياجاتنا، اول حاجه البقاء، ثاني حاجه ضمان البقاء، ثالث حاجه ان احنا نحب ونتحب. مهم جدا، لازم. ولو ما تتحبش، ولو مش حاسنك محبوب، الانسان يبقى غير متزن ويهجس اخر هجس. عشان كده معظم الجرائم مخصوص بسبب ناس حاسه انها مش محبوبه. فدي ثالث حاجه، انك تحب وتتحب. رابع حاجه تحس انك متقدر، انت بتقدر نفسك والاخرين بيقدروك. شوف الطفل الصغير، ماما بصيلي، ماما بصيلي، عاوز يتقدر، عايز حد يقدره، عايز حد يمتحه، بابا بصيلي، بص انا عملت ايه، يشدك كل شويه. فمن صغرنا واحنا بنشد الانتباه. فالبصلة احنا عايزين البقاء وعايزين ضمانه وعايزين نحبه ونتحب وعايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين. وخامس حاجة محتاجين إنجازات. لو الإنسان ما ينجز يتجن. أنا أي حد يجي لي في العيادة، ودلوقتي أنا بخش قليل جدا لما باخد استشارات، أقول له أوصف لي يومك، يقول لي يومي مفوز زي امبارح وزي أول، هتكتئب لأن عندك طاقة في منتهى الروعة. نشاطات يومك لازم تكون متغيرة، بتعمل إيه لصحتك؟ بتعمل ايه لله سبحانه وتعالى؟ بتعمل ايه لروحانياتك؟ بتعمل ايه لنفسك؟ بتعمل ايه لاولادك؟ بتعمل ايه؟ لو ما بتعملش حاجه هتكتئب. فايه خامس حاجه؟ الانجاز. الانجاز محتاج ينجز، الانسان محتاج ينجز. وسادس حاجه التغيير. انت ممكن تاكل نفس الاكل كل يوم، ممكن تلبس نفس اللبس كل يوم، لكن عاوز تغير. الانسان لما ما يتغيرش يتجن. انت عارف لو عندك بحر وقفت على شويه ميه وخرجت منها وقفت تاني على الميه، وقفت على ميه مختلفه، لان الميه بتمشي. لو بصيت في السماء وبعدين غمضت عينيك وبصيت تاني هتشوف سحاب تاني، لان السحاب بيمشي. كل حاجه في الدنيا بتتحرك. فلو الشخص مش عاوز يتغير هيجن، لان انت سنك زاد يوم عن امبارح، فكل حاجه بتتحرك وانت لا، لكن انت بتتحرك معاها من غير ما تحس. فمحتاجين تغيير. واخر حاجه اللي هي السبب في اكتر من 90% من الانتحار في العالم، المعنى. ان الشخص يلاقي معنى لحياته. ممكن يكون عندي بقاء وعندي ضمانه، حاسس ان انا محبوب وحاسس ان انا متقدر ومعايا فلوس وعندي كل اللي انا عايزه، لكن مش لاقي معنى لحياتي، مش عارف انا قايم ليه، مش عارف انا بشتغل ليه، مش عارف انا عمال انفخ في قربة مقطوعة، اللي انا بعمله ده ملوش معنى. طالما حاسس ان انا ما عنديش معنى، هتروح رايح لقبلها، مش عاوز اغير. هتروح لقبلها، انجازات ايه وبتاع ايه، هروح لقبلها ولا تقدير ولا بتاع، هروح لقبلها مش محبوب، تلاقي نفسك وصلت لغايه البقاء. فالانسان لما يكون عنده ما فيش معنى لحياته، سانس مانيش لاقي معنى لحياتي، مش لاقي معنى لحياتي، طب اعمل ايه؟ من ضمن الحاجات دي كلها، خد مثلا داليدا، هي معروفه كان طول عمرها نفسها تكون ستار، تكون اتوال وتعيش في باريس وتبقى ناجحه في العالم كله. ما ده اللي حصل. وبعدين نلاقي انها كانت غنيه جميله عندها علاقات، تنتحر. وفي اخر جواب كتبته I have no meaning to my life, je trouve pas sens. فتبص لقى المرحلة، طالما ما عنديش معنى لحياتي، اللي أنا بعمله بعمله ليه؟ اللي أنا بعمله بعمله ليه؟ أقوم ليه؟ أروح شغل ليه؟ أنا بعمل ايه؟
انا عمال اتحرك اتحرك مفيش فايده. هنا دي الشخص اللي عشان يوصل بقاء ويكون عنده معنى لحياته لازم يكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى تكون عاليه. ايه السبب؟ حد زي مايكل جاكسون تعبان نفسيا، مظبوط ولا لا؟ ياخد مناخيره حطها في صبع رجله حطها في قفاه شغال، ويغير لونه مش عارف راسه من رجله. ايه السبب؟ بعد عن الخط الروحاني، يعرف ايه عن الله سبحانه وتعالى ده، فلوس لان في مشكله. طالما بعدت عن الخط الروحاني تتلخبط مع الوقت ما تلاقيش معنى لحياتك. فلما تلاقي معنى لحياتي السبع حاجات دول يوصلوني للاتزان في الحياه. كيف يمكن لشخص مثلا، شخص في اي مكان، ان يعيش حياه متزنه وفي نفس الوقت في الوقت نفسه يعاني من ازمات اخرى ويعيش هذا الفصام المعروف عند الناس؟ مثلا رجل تاجر متدين ولكنه في الوقت نفسه نصاب مثلا. ممكن جدا. تعرف انا دي اثبتها علميا، ان شخص يكون متدين جدا ويصلي ويصوم ويسمع القران ويبكي هو بيسمع القران، وعنده شخصيه تانية نصابه، عنده شخصيه نصابه يتعامل مع الناس اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك ياخد الفلوس، اي فلوس ياخدها تبقى بتاعته، ده ولد لنفسه انفصام في الشخصيه، لان عنده شخصيتين، عنده شخصيه متدينه جدا وعنده شخصيه مش متزنه اطلاقا. الشخص ده لانه مش متزن لو فعلا متدين ياخد باله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اديني المعامله ثلاث مرات، ده ما يدفع ماش فعلكش، ده في مصيبه، انت بتاخد حق الناس فانت في مصيبه يوم القيامه، ما فيش شفاعه فيها دي، فانت تقول هدي تساوي، ادي الناس حقها واشتغل وانتج رزقك موجود. طالما انت خدت فلوس من حد ومعاك في جيبك وخدتهم وقدرت تنام واعصابك عاديه وضميرك مرتاح، اتولدت لك انفصام في شخصيه. عايز تتعالج من حاجتين، من حب المال والحاجة التانية من انفصام في الشخصية. نفس الشيء بالنسبة للمدمن، اللي هو مدمن بيبقى مش متزن، ممكن يشرب فيشرب يشرب 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 لغاية ما يقع، فعشان خاطر تعب. في ناس بتشرب كده، ده من ضمن أصناف الإدمان، يشرب 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 لغاية ما دمه كله يبقى مليان، وبعدين يبدأ يرجعه مش قادر فيبطل شهر، فيطلع بشخصيتين شايفين أنا ما بشربش، لغاية ما يحتاج تاني فيهرب يروح مكان تاني ويشرب هناك، فهنا ولد شخصيتين. فلما يقدر ينام عادي جدا من غير ما يحس بالذنب ولد لنفسه انفصام في الشخصيه. فهنا لازم يتعالج من حاجتين، من الادمان ومن انفصام في الشخصيه، اصبح عنده مشكلتين. دلوقتي عشان تكون متزن في الحياه محتاجين برضو سبع حاجات. الحاجه الاولانيه، اولا محتاج للحياه الروحانيه، ومن سبع اركان، الركن الاولاني الحياه الروحانيه. الحياه الروحانيه تحتها علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وعشان ترضي الله عز وجل لازم تبدا بنفسك. سامح الناس، بتعرف تسامح؟ بتعرف تسامح بسهوله؟ فاكر التسامح ضعف؟ فاكر ما تعرفش تسامح؟ عارف لما تكون شايل على نفسك على اكتافك، عارف؟ وخلي حتى التسامح نتكلم فيها شويه اكتر بعد كده. التسامح، ما اعرفش اسامح، من لا يغفر لا يغفر له، وكلنا عارفين كده، وكلنا عارفين ان حرام انك تخاصم حد اكتر من 3 ايام. طب اسال الناس، اللي مخاصم ابوه واللي مخاصم اخته واللغه. انا في دوره من دورات امسيه بسميها قوه الحب والتسامح، وعملتها لكم هنا المره فاتت لما كنت هنا. انا في بلد من البلاد في واحده قالت لي دكتور انا مخاصمه ابويا بقالي 12 سنه. قلت لها لا هكلمك في الدين ولا هكلمك في التنميه البشريه، هسالك سؤال ما وحشكيش؟ قالت لي جدا. طب ما اتصل بيه هيرفضني، اتصل بيه تاني هيرفضني، اتصل بيه تالت هيرفضني، اتصل بيه رابع، لغايه امتى؟ لغايه ما تلاقي انت عندك اب واحد غير كده. الله سبحانه وتعالى حط الواو في النص، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، دي في نفس الخط، ده مش هزار دي. طبعا انت عارف في بعض الوالدين بيتاجروا في الموضوع ده، يعني اجي وش لو دخلت الجنه، دي حركات قرع بعدين ممكن نتكلم عليها بعدين، ولكن انا لما اجي اتكلم على ده قامت خارجه كلمت ابوها في التليفون، يا دوب كلمته باسمها الا وحشتيني يا حبيبتي، وجابته وجت في الامسيه، والناس كلها كانت بتبكي علشانهم. شوف الروعه، الراجل يقول لك ضيعت 12 سنه محروم من بنتي، هي بنت واحده، هي ضيعت 12 سنه محرومه ابويا، غلط وحرام. ولكن ساعات الانسان لما يركز وعاوز يكسب ومقتنع انه صح ويتفادى الشخص الاخر يكون قريب منك جدا مع انه غلط وحرام، لان عدم التسامح بتشيل على اكتافك طاقه سلبيه. طول ما انت ماشي في المستقبل وبتتمرن وتروح دورات زي دي وتبدا تحقق اهدافك تلاقي حاجه بتشدك لورا، الماضي. الماضي مش نظيف فبيشدك لورا باستمرار. عشان تنظف ده، عشان تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، لازم تعرف تسامح. كيف اقنع؟ كيف أقنع هذا الذي يعادي أهله بأنه يجب أن يتسامح وأن يستعمل الحب قوة كبيرة في هذه العلاقة؟ كيف أقنعه؟ السؤال ده ممتاز.
انت عارف عندنا العقل العاطفي وعندنا العقل التحليلي. عشان تسامح لازم الاثنين يوافقوا. عاطفيا لما تفكر في الشخص ما عندكش احساس مضايقك، وتحليليا لما تفكر فيه ما فيش حاجه جواك لسه مضايقك، لان الواحده هتجيب الثانيه. انت عارف انا بسامحك في الله، لان بيني وبين الله سبحانه وتعالى مش بيني وبينك. غير كده انا بفرق بينك وبين سلوكك، انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. يمكن انا مش موافق على سلوكك لكن موافق عليك، فانا وانت احسن مخلوقات. خلقنا الانسان في احسن تقويم، وسخر لنا السماء والارض، فانا بحبك في الله. سلوكياتك مش موافق عليها، دي برمجه، دي قيم مختلفه عني، فاختلفنا فيها اروح معممها تبقى انت بحالك وخصمك بحالك، فانا مش متدرب مش فاهم. فانا بقول للناس فرق بين الشخص وبين سلوكه، سامح الانسان في الله تكسب فيها ثواب، لان في يوم القيامه هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تقول يا رب انا بسامح هذا الشخص لك وفيك، فانا عملت اللي عليا سامحني، لان من لا يغفر لا يغفر له. فسامح الناس، فانا بطلب من الناس باستمرار دلوقتي حالا وانتوا سامعيني، ابدا سامح الناس، ابدا الاول سامح نفسك. يعني ايه سامح نفسي؟ انت عارف انا شفت شخص مره، اخين، اخ كبير واخ صغير، الاخ الصغير غرق والاخ الكبير ما بعرفش يعوم. قال لك عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده، كان لازم ربيت نفسي. طب انت كنت هتموت، وبعدين ده قدر. عشان كده بقول للناس سامح نفسك، لو انت رجعت تاني انت ما كنتش تعرف. فعارف لما تريح الطاقه بتاعتك، يا معنى كده سامح الماضي، بعد كده سامح بابا وماما، سامح الاب والام مهما عملوا مهما قالوا، اللي يعرفوه ربوك بيه. هو في حد فينا عنده اب وام مختصين في تربيه الاطفال؟ كم واحد؟ وحتى لو مختصين هيكلكع لك حياتك. فاحنا كده كده اتربينا صدفه، فما تزعلش لان انت ربيته، كل واحد اتربى كده. فسامح بابا وماما، حبهم من قلبك، لان عارف انا كنت اقول والدي الله يرحمه راجل متدين جدا، تقي جدا، باني جوامع، لكن ما كانش يعرف يربي، كان بيضربنا بقسوه. احنا كنا 8، فلو تساله ايه هوايتك؟ يقول لك الشغل والتدين وضرب اولادي. 8، فيعني كل يوم تشوف لك واحد تضربه، فما يعرفش يربي، واحنا كتير. عارف ازاي 8؟ دي ما كانتش فكرتي، كنت عايزهم يجيبوني انا بس، لكن هم جابوا 8. اللي حصل عارف لما تيجي تفكر فيها، انا كنت بشوفه لما يقوم الصبح الساعه 4 يصلي الفجر، يقعد يعمل لنا السندوتشات، ولو اي حد فينا مريض ما يسيبوش. بس احنا بننسى الحاجات دي، عشان كده سامح بابا وماما على طول، سامحهم من غير ما تفكر. واذا كانش هم يعرفوا ازاي يحبوك، حبوك بطريقه انت مش عايزها، طب ما تحبهم انت بطريقه جديده، ما تحضنهم انت، ما تقربهم منك انت. وبعد كده سامح اخواتك، وبعد كده سامح اصحابك، بعد كده سامح الناس وريح نفسك، سامحهم في الله. فرق بين الشخص وبين سلوكه. وبعد كده تبص تلاقي طالما انا وصلت الاتزان الروحاني، ادي اول حاجه، يبقى بعدها على طول الصحه. انت عارف اسال اي حد من صحابك، اي حد من الاداره اللي تعرفها، او الناس، او حتى البرنامج، اسال اي حد كم واحد، كم النسبه اللي عندهم برنامج رياضي عشان صحتهم؟ هتلاقي نسب ضئيله جدا. ومع ذلك لو حصل لنا اي حاجه في صحتنا هتلاقي كل تركيزك عليها، مش هتعرف تشتغل. لما حد يقول ما عنديش وقت، هيكون عندك وقت لما تكون عندك سكته قلبيه، لما تقعد في مستشفى شهر ساعتها هتلاقي الوقت. طب ما تتمشى شويه، ما تشم هواء نظيف، ما تحرك جسمك شويه. انت فاكر هي الرياضه يعني لعب عيال؟ لا، ده كل حته في جسمك هتشهد ضدك او معاك يوم القيامه. وطالما بتحب الله سبحانه وتعالى، بتحب هديته، يبقى لازم تشغل الصحه، والا من غيرها ما تعرفش تعمل حاجه اطلاقا. لكن الناس بتفكر الصحه بتبوظ عند جيراني مش انا، لا، هتجيلك انت. وتلاقي انا عمال ادخن. انا عندي صديق بيدخن علبتين سجاير كل يوم، ما بياخدش اجازه بقاله سنتين، بيشتغل كل يوم 16 ساعه، يعني وصفه متكامله للانتحار، ما حصلوش حاجه. وربنا سبحانه وتعالى بيديله في انذارات اكتر من مره، تلاقي قلبه يوجعه، تلاقي مش قادر يتنفس، تلاقي يغمى عليه من وقت تاني، دي انذارات ومش عايز يسمع. جات له غلطه، ولما جات له غلطه جات له في الجزء اليمين من مخه، فالجزء الشمال اتشل. وانا بزوره قال لي شفت حصل لي ايه؟ انا بطلت التدخين. لا يا شيخ، دلوقتي قال لما اخرج هتعلم اخد يوم اجازه. عندك اولاد؟ انا عندي واحد يقول لي اهم حاجه في الدنيا اولادي. بتقضي معاهم وقت قد ايه؟ انا ما شفتهمش بقالي اسبوع. يبقى ازاي هم اهم حاجه في حياتك؟ انت بتقضي في الشغل 18 ساعه 17 ساعه كل يوم؟ هو ده اهم حاجه في حياتك؟ ده انجاز بيدخل لك فلوس، لكن ولادك ما انت شايفهم نجاح دول؟ فعشان كده تاني حاجه الصحه. بعد رضاء الله سبحانه وتعالى، عشان تكمل في رضائه اهتم بصحتك، وده ليك انت، انك تتمشى كل يوم شويه، شم هواء نظيف. شوف اليابانيين بيعملوا ايه. اي النهارده رئيس قسم يا دوب يخش يروح واخد المديرين بتوعه، سيبوا كل شيء، يعمل تمرينات اسمها الضغط والاسترخاء، يضغط
يسيب ياخد نفس عميق وطلع بقوة وبعدين أكتر وبعدين يحركهم. إيه السبب؟ عاوز يطلع أي طاقة سلبية منهم عشان إنتاج يعلى. تخيل إحنا لو عملنا الكلام ده عندنا هنا بقى، رئيس قسم يقول له العمال حط ايديكوا شد، هقول لك ده ضرب مظبوط، لان احنا واخدينها ان لعب عيال. لان لازم عشان تكون راجل تكون مدير يبقى لازم يكون عندك سكته قلبيه 4 مرات. رئيس مجلس دوره كان عندي 10 مرات سكته قلبيه ومبرق كده زي المشانيق وتخين عنده قنبله هنا. ايه ده؟ لازم تتحرك، لازم تاخد بالك من صحتك. فالجزء الثاني الصحه مش هزار، رضاء الله سبحانه وتعالى، لازم تاخد بالك من الهدايا اللي اديها لك. ثالث حاجه انت الجزء الشخصي، ايه اخر مره خدت فيها اجازه من غير الموبايل؟ من غير موبايل. النهارده الموبايلات اتنست هاوس دفت يا راجل في مكه في الطواف والموبايل رن، افتكر الراجل هيكسف على دمه وخبيه رحمه الله. الو الله، الو الله، الو ايه الموضوع؟ الو كم حسنه؟ بتكلم مين؟ مخبيه فين؟ ايه حكايتك؟ ما ترمي الموبايل ده، حطه في حته تانية. فتبص تلاقي الناس ما بتفكرش، واخد معاك الموبايل في مكه وانت بتحج في الطواف. الموبايل هو بحث عن شيء من التقدير من خلال المكالمات التي تصل. الموبايل جواه تقدير ذاتي. ايه السبب؟ اي حد بيكلمك يبقى انا مهم. في ناس بتسال عليا، فاكر التقدير نمره 4 في احتياجات الانسان، البقاء وضمانه والحب وتتحب والتقدير. فالموبايل تقدير، لما حد يتصل بيك بتحس انك، عشان كده قالوه حتى لو في اي حته لازم تسيب كله وتجري على الموبايل بسرعه. ده اللي بيحصل، فالناس مش عارفه الفرق فبيكون غير متزن. فانت عندك الجزء الروحاني، بعدين الجزء الصحي، بعدين الجزء الشخصي. في الجزء الشخصي، ايه اخر كتاب قريته؟ ايه اخر مره خدت فيها اجازه وانت مرتاح؟ ايه اخر حاجه نميت فيها نفسك؟ ايه اخر حاجه اتعلمتها؟ ايه اخر حاجه وصلت نفسك فيها للراحه النفسيه؟ وبعدها على طول الجزء العائلي، علاقتك مع العيله الكبيره، وبعدها علاقتك مع العيله الصغيره. العيله الكبيره بابا ماما واخواتي وولاد عمي كلهم، العيله الصغيره عيلتي انا ومراتي واولادي، علاقتك معاهم ايه؟ لو سلبية اتعلم، اقرأ، دول عيلتك ما تقدرش تفقدهم، ما تقدرش خاصمهم، لازم تتعلم. ولو فيهم حد بالنسبة لك انت في تحدي في التعامل معاه، ما تتدرب فيه، ما انت بتتعلم فن الاتصال، دي فرصة، ده في البيت فيش احسن من كده التدريب، اتدرب فيه لغاية ما تكون احسن وتقرب منه وتوصل للتوافق. بعد الجزء العائلي الجزء الاجتماعي، اكبرك مع اصدقائك. لما حد يسألني عندك كم سنة اقول له اسألني عندك كم صديق، لان انا بعد سنيني بعد الاصدقاء اللي انا بعملهم حوالين العالم، عارف ازاي؟ فالجزء الاجتماعي، اخر مره عزمت الناس فيها امتى؟ في حبك لله، بتعزمهم حب في الله. اخر مره انت تعزمت فيها امتى؟ انت عارف في رمضان لو الشخص، عارف الشخص اللي هو من نوع كئيب، تلاقي الناس كلها في رمضان يعزموا بعض على الفطار وهو لا، خلاص اتوزعوا 30 يوم وهو لا، يقول لك الناس دول مش حلوين، انت اللي مكتئب، انت كل ما تقعد تتكلم في الاكتئاب فبتعقدهم، ما حدش عاوز يتعقد خصوصا في الشهر ده. فتلاقي لو الناس بتعزمك، الناس تحب تكون حواليك، الناس بتحبك، دي هديه من الله سبحانه. الجزء الاجتماعي، بعد كده الجزء المهني، اخبارك ايه في شغلتك؟ انا في واحده مره قالت لي يا دكتور في بلد من بلاد الخليج لو ادينا زياده عن اللزوم حاجتين هيحصلوا، هيحسدوك والحاجه الثانيه هتعمل اخطاء وهيطردوك، ولو ما اشتغلتش خالص برضه هيطردوك، فانت تشتغل كده يعني مواتشيه مواتشيه. قلت لها كده عندك مشكلتين، طالما بتاخدي فلوس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على قدها بالظبط، لازم تدي قدها او اكتر شويه. الحاجه الثانيه، الشخص هيتعلم ان يمسك قدراته، طالما اتعلمت تمسك قدراتك هتتعود على كده، هتلاقي نفسك ممكن تدي بس في حاجه بتشدك فهي ضدك انت. شوف الناس فكر ازاي، المهنه اللي انت عملته قراك مش طايق المهنه دي، ما تمشيش من شغلانه وانت متضايق منها، هتاخد هذه الطاقه السلبيه وتحطها في الشغلانه الجديده. هنا لازم تحب الشغلانه دي، لازم تلاقي حاجه تحبها فيها، لازم تكون متميز فيها، وبعدين جهز نفسك للي بعده عشان تاخد معاك طاقه ايجابيه وهكذا. فمهنتك خليك احسن ما تكون فيها. انت عارف انا كنت اشتغل لفيردو فيسيل اول ما بدات، عمري ما كنت بشتغل لفيردو فيسيل، كانت اول خطوه. واحد كان وزير على فكره، الراجل ده كان وظيفه عليا في اليونان في وقت من الاوقات، والقصه حقيقيه، كان عمل غلطه وعايزين يعاقبوه عقاب يكون خطير، شغلوك الناس عشان يهنوه. الراجل كان في منتهى السعاده وعمال يغني وعمال مبسوط وعمال يصفر، لما طلع له التلفزيون يصور له قال له انت مبسوط ليه؟ قال لهم انا ما بشتغلش كالناس، انا بحافظ على صحه المواطنين. شوف ازاي عمل ادراك مختلف وبعدين مبسوط، قال لك انا بكون متميز في اللي انا بعمله، انا بجهز نفسي للتميز سواء كالناس او سواء وزير، في اي حته بعملها بشتغل بتميز، بقيم بعدل، بكون احسن حاجه اكون فيها في الشغلانه دي عشان لما اطلع لبعدها اكون احسن حاجه وهكذا.
واخر حاجه الجزء المادي. الفلوس طاقه ارضيه، لما تسال اي حد عايز يقولك عايز فلوس، الفلوس تحت تشدك لتحت. لو انت روحاني، تفكيرك روحاني، احاسيسك روحانيه، لما تجيلك الفلوس بتعرف ازاي تستغلها صح، بتعرف ازاي انك تستحقها، اما بنعمه ربك فحدث، ربنا عاوز يشوف نعمته عليك، شوف نعمته عليك، عاوزك تتحدث عنها من غير ما تكون بتفتخر، وفي نفس الوقت تخلي الدايره تلف وتساعد الاخرين، كده توصل للاتزان. لما انا عندي السبعه دول، طب ازاي افتكرهم؟ قبل ما تنام بالليل اسال نفسك انا فين في السبعه دول. لو ديت اكتر في الجزء المهني اخباري مع اولادي ايه؟ لو ديت اكتر الجزء العائلي اخباري مع زوجتي ايه؟ اديت اكتر في حياتي الزوجيه اخباري مع اصحابي ايه؟ اخباري مع شغلتي ايه؟ فانت يوميا بيحصل تقييم يومي عشان امشي متزن، لانك بتعملهم كلهم كل يوم anyway، بتعملهم كل يوم، كل يوم بتطلب حاجات من الله سبحانه وتعالى، كل يوم بتصلي، طب ما تصلي صح، كل يوم بتتعامل مع ناس، طب ما تتعامل معاهم صح، كل يوم بتشتغل الشغل اشتغل خليك احسن حاجه في شغلتك، كل يوم عاوز تنتج انتج احسن انتاج، كل يوم مع العيله، كل يوم مع الاصدقاء خليك احسن حاجه، فانت بتسيب الناس احسن ما سبتهم عليه، تلاقي الناس كلها بتدور عليه، هتلاقي الماده والفلوس تنجذب اليك بقانون الرجوع. قانون الرجوع للواد ريتور او ذا لا اوف ريتيرن، بيقول لك الحاجه اللي تحذفها ترجع لك بنفس النوع، تحذفها فوق تنزل لك بنفس السرعه، ادي القوه في قانون الرجوع. فلما تبعد حب يرجع لك حب، لما تبعد تسامح يرجع لك تسامح، لما تبعد احباط واكتئاب وقلق وتوتر يرجع لك انت من نفس النوع واكتئابك انت اكتر من اي حد تاني، وبعدين تصرخ وتخرج تدور على حبايه او حد يساعدك. ان الله لا يغار ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، التغيير من جواك مش من العالم الخارجي. وانت تتحدث عن العلاقات، تحدثت عن علاقتك بنفسك وبالاخرين بمشغلك في العمل، حدثني قليلا عن علاقتك بزوجتك، لا اتحدث عنك انت خصوصا وانما عن العلاقات الزوجيه، حدثني عن هذا السر الذي يربط اثنين ثم يستطيعان التواصل لسنوات طويله. انت مثلا انت متزوج منذ 30 سنه وتقول دائما أنا سعيد جدا، لا أقصد شيئا، زوجتك هنا، ما هي هذه الوصفة؟ أوكي. يعني أنا متجوز، احنا نعرف من 36 سنة، احنا متجوزين من 30 سنة تقريبا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون قدوهم بإذن الله 30 سنين، وبنسافر كل حتة، وأنا أثبت أن الزوج ممكن يشتغل مع زوجته وممكن يسافروا سوا ويدعموا بعض. فاحنا نعرف بعض من واحنا صغيرين، كنت أنا وقتها بلعب بينج بونج، كنت أنا بطل مصر، هي كانت بتلعب في نادي تاني، فتعرفنا على بعض، وفي نفس الوقت عائلتنا كانوا أصدقاء. العلاقات الزوجية ياما هتشوف فيها تحديات، ان واحد من الاثنين هيبقى مش طايق التاني، او الاثنين مش طايقين بعض وعايزين يخرجوا، تحديات. لكن الهدف محدش ينساه، احنا جوزنا عشان نبقى مع بعض. في تحديات، تحديات في المال، في القيم، في الافكار، في الخبرات، في التجارب، في الاحكام، فتبص تلاقي، لكن الهدف واضح. الناس لما تقع في التحدي يروحوا الهدف، انا ما اروحش مني الهدف، لان احنا الاثنين نعرف من بعض من زمان. ولما حد يجي مثلا، انا هقول لك حاجه دي تحفه، مثلا يقول لي انا عندي اصدقاء، واحد مثلا موجود في بلد من بلاد العربيه متجوز اربعه، الحاج متولي، الحاج متولي متجوز اربعه، الحاج متولي ده في التلفزيون، انت بتجوز واحده بتلفك حوالين نفسك، اربعه يعني هتقعد تلف رايح جاي رايح جاي، هيجي لك تخلف وتحط من رسمه، اربعه تعمل بيهم ايه دول؟ امتى يكون في الفه؟ انا رايي الشخص طبعا مش معنى كده ان لو انت عندك القدره وفي اسباب زي ما حطها الله سبحانه وتعالى وتقدر تعدل بينهم، خلاص دي حاجه الله سبحانه اداها لنا، ولكن حذرنا منها، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لازم نكون حريص في الحته دي. انا بالنسبه لي، بالنسبه لزوجتي، احنا بنتفاهم، احنا اصدقاء، بنسافر في كل حته. ما هي اولويات الرجل والمراه داخل الزواج؟ يبدو ان الاختلاف كبير. هو في، انت عارف، خليها الاول، ادي شجره، اعتبر دي شجره قدامك، دي شجره العلاقات الزوجيه. تحت خالص الجذور اول حاجه فيها الحب، بعدها على طول التقبل، تتقبل نفسك والشخص الاخر زي ما هو، مفيش حب مشترك، لازم تعمل كده عشان انا اقبلك، لازم تتصرف كده عشان انا اقبلك. فانت عندك الحب، عندك التقبل، عندك الاحترام المتبادل، تحترم افكار الشخص الاخر، تحترم ارائه، وبعد كده الثقه، تثق فيه، تثق في قدراته. لما تعمل دول، طول ما انت ماشي ادي الشجره في روحها، هتبص ليها، لازم يكون في تضحيه، لازم يكون في تضحيه في بعض الاوقات. انا افتكر لما جات لي غلطه وعيت واتحطيت في المستشفى، امال كانت قاعده على كرسي 48 ساعه لغايه ما اغمى عليها، مش عايزه تمشي، ما حدش يقدر يحركها منها، عارف ازاي؟ فلما تشوف انت كده بتقدر. هي كمان لما تعبت في الفتره اللي فاتت لما كنا في كندا، انا قعدت معاها في المستشفى، سبت كله وقعدت معاها، كان ممنوع
لكن جبت بيها اذن، قعدت معاها في نفس الغرفه عشان اطمن عليها. فتبص تلاقي انت بتدي بتاخد من نفس اللي بتديه، فلما تلاقي شخص اللي قدامك انت بتحترمه زي ما هو، هو بيحترمك زي ما انت، فبتدعموا بعض. فالنهارده لما اجي اقول لك العلاقات الزوجيه مبنيه على كده ولا لا، لما الشخص يبدا يركز على الشخص الاخر في حاجه سلبيه ويركز عليها وعاوز يكسب، بيبدا الخناق، بيبدا اختلاف في القيم. خد بالك ان الرجل والمراه بيختلفوا تماما عن بعض. طبعا احنا اتنين، الرجل والراجل بيختلفوا عن بعض. تخيل بقى الرجل والمراه، لو جيت بالنسبه للجزء بتاع المخ، الراجل بيفكر بطريقه متتابعه 1 2 3 4، المراه بتفكر بطريقه دائريه او حلزونيه. الله سبحانه وتعالى مدي المراه القدرات ان تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. هي اللي بتبقى حامل فممكن تعمل، وهي بتولد معاها بيبي ممكن ترضعه وترد على التليفون وتغسل الاطباق وتفتح الباب وتكتب فاتوره. الراجل ما يقدرش، هي واحده، هي حاجه واحده. فيكون بيتكلم في التليفون، مراته تيجي تقول له قول له لا اسكتي اسكتي مش فاهم الكلام في التليفون، مش فاهم حاجه، لانها فاكره ان هو زيها. الراجل محتاج لوقت، فترة انتقال، لما يرجع من الشغل بحتاج فترة انتقال ان يقعد يصلي وبعدين يأكل ونام شوية ويقوم وبعدين الانتقال وصل للبيت لوقت ممكن نتكلم في البيت. المرأة لا، ممكن تعمل انتقال بسرعة جدا عشان تقدر تحمي نفسها وأولادها. فهي فاكرة الراجل زيها، فيكون هي لسه راجعة من الشغل، هي قاعدة في البيت، هو لسه مفيش انتقال. تبدأ بقى المشاكل، ابنك وقع من الدور الثالث، مش عارف ايه، في حريقة في الدور الرابع، ويروح خبطها بحاجة. فتبص تلاقي ان انا مش فاهم، الست من نوع المحدد، الراجل من نوع العام، الاثنين يروحوا يتعشوا عند حد. فهي تقول له خدت بالك من الستاره؟ يقول لها ستاره ايه؟ هو تركيزه في الاكل، عاوز ياكل ويمشي. هي شافت كل حاجه بالتحديد، شعر الست اللي قدامها، الستاره عامله ازاي، النجف عامل ازاي. طبعا ده تعميم، ولكن في فرق ضخم بين الراجل والست. خد بالك بقى، الاثنين مختلفين في النظام التمثيلي، بصري سمعي حسي. ممكن الست تكون نظام تمثيلي بصري، بتتكلم بسرعه، بتتحرك بسرعه، بتفكر بسرعه، بتاكل بسرعه، كل حاجه بسرعه في حياتها. الراجل نظام تمثيلي حسي، كل حاجه باحاسيسه، او العكس. هيختلفوا في فرق في الشخصيات، المعبر والقيادي والودود والمحلل. ممكن واحد فيهم يكون محلل، الثاني يكون قيادي. فدلوقتي في فرق في الشخصيات، غير كده في فرق في القيم وترتيبها. يمكن اتنين متجوزين، هي بالنسبه لها نمره واحد الاولاد، نمره اتنين توصل، عندها ترتيب. بالنسبة للراجل ترتيبه نمرة واحد بالنسبة له الشغل، فممكن يضحي بأي حاجة عشان شغله، هي ممكن تضحي بأي حاجة عشان أولادها. القيم واختلافها هيخليهم يختلفوا. عشان كده اللي أنا بقوله للناس باستمرار، قبل ما تتجوز، حتى لو أنت في بلد مش أنت ما تقدرش تشوف مراتك في الأول، ما تقدرش. يعني في بلاد كتير كده، عندنا في البلاد العربية ما تقدرش تشوف زوجتك في الأول، لكن على الأقل ابعت لها الأسئلة دي، حد يكون يعرف، نعرف قيمها، إيه اللي بتحبه، اللي ما تحبوش، اللي يخوفها، اللي يعصبها، اللي يسعدها، اللي يتعيسها. عايز اعرف، لانك لما تبقوا مع بعض الحاجات دي هتطلع، ولما تطلع هتطلع وانتم مش متدربين، فهتقتلوا بعض. فالنهارده ادي شويه فروقات بسيطه بين الراجل والمراه. بالنسبه للاحتياجات، المراه عاوزه الضمان والامان والحب، الراجل عاوز، لازال عاوز دول، ولكن عاوز انجازات مستمره، عاوز يخرج ينجز، لان الراجل هو القوي، هو اللي بيخرج يجيب الاكل ويرجعه، ولما يجيب الاكل يرجع، فالمراه تزرغط وتروح طبخاه. دلوقتي المراه هي اللي بتخرج بره وتعمل تجيب الاكل يا كمان، طب مين يزرغط؟ فدلوقتي اصبح مشاكل، الاثنين بيتخرفوا، لان هي دلوقتي اصبحت قويه كده، عضلات وكاراتيه وبتاع، وبتروح تعمل شغل وفلوس وبتاع. مين اللي بيدفع الثمن؟ الاولاد. الاولاد بيدفعوا الثمن، لان ما فيش حد دلوقتي غير قليلين جدا مركزين فعلا الاولاد. انتوا الاثنين اخرجوا اشتغلوا مش مهم، لكن اول 7 سنين من حياه الطفل اكتر من 90% من قيمه بتتكون، لازم تعرفوا تكونوها صح. ما تسيبوش كده، ما تسيبوش مع اي حد، هو اللي هياخد قيمه من العالم الخارجي، وبعدين هيدفعكوا الثمن تاني 7 سنين وبعد كده، وهترجعوا تصرخوا لما تلاقيه مش مهتم بالبيت، مش مهتم بذاكرته، مش عاوز يصلي، بدا يكتئب، بدا يتعب نفسيا، بدا يهجس، بدا يدخن من صغره، لان مفيش قيم، مفيش حد شايفه. فالشغل مش هينفعك ساعتها، ممكن تخرج تشتغل لما تهتم بابنك. انت عارف لما نيجي نفكر كده، بتلاقي العيله تكبر متزنه في حب الله سبحانه وتعالى، لما تربي ابنك بتربيه دينيه ممتازه، وفي اتفاق، وفي عارف باستمرار مناقشات احنا الاثنين، تلاقي الابن يطلع يكبر عنده ثقه في نفسه، ما يخافش من الناس، فيقدر يتحرر ويقدر يتكلم. عشان كده الغرض كله بيبدا من العيله. انت كويس سالتني في سؤال في العلاقات الزوجيه، ده انا وزوجتي متجوزين من اكتر دلوقتي من 30 سنه وبنشتغل سوا، وانا وريت للناس اهو
لو انا بتكلم على النجاح زي ما كنت مع دارلين مونجومري في لويزيانا وبتسالني ايه اللي تديك الحق انك تتكلم على النجاح، انا ما بتكلمش على النجاح عموما، بتكلم على اللي انا عملته. انا بدات من تحت الصفر. جميل. وصلت لاعلى المراكز هناك. بالنسبه للعلاقات الزوجيه اهي نفس الست، متجوز نفس الست من 30 سنه. مغيرش. لا اعرف الدكتور ابراهيم الفقي، لا اعرف دكتورا يتحدث بهذه السرعه ويفيد كل هذه الفائده. كنا سعداء جدا، انا والمشاهدين الكرام كنا سعداء جدا بهذه الفائده الجمه الكبيره. شكرا لك. تريد ان تقول كلمه في الاخير؟ انت عارف اني بحب اقول للناس باستمرار عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك، لان ممكن فعلا تكون اخر لحظه في حياتك. عيش الاول بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطابق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، باخلاق الانبياء، بعد كده عيش بالفعل وعيش بالالتزام وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. شكرا جزيلا. معي مجموعه كتب للاستاذ ابراهيم الفقي، المفاتيح العشره للنجاح. معي قوه التحكم في الذات. معي ثالثا البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود. معي أيضا توب مانجر. وعندي أخيرا يبدو مجموعة لا قبل الأخير توب فوندر. وأخيرا مجموعة أشرطة. هكذا أستاذ، نجاح بلا حدود. مشاهدي الكرام، شكرا على المتابعة.